يركز المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر على الطاقة والحياة والصناعات الخضراء وغيرها من المجالات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الأخضر. وفي هذا الصدد أعرب رئيس هذه المنظمة محمد الكفافي عن تقديره العالي لكلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ عند حضور القمة المناخية الافتراضية مع قادة فرنسا وألمانيا يوم الجمعة. الرئيس الصيني أعلن من فترة إن في جمعية الأمم المتحدة إن الصين خلال 30 سنة القادمة تستهدف إلى تحول لصفر كربون، وده معناها الاهتمام بخفض انبعاثات الكربونية في مختلف النواحي الاقتصادية، سواء في الزراعة، في الصناعة، في التجارة. وده فعلا بنلمسه في الفترة الأخيرة، بدأت اهتمامهم جدا بالمنتجات الصديقة للبيئة، زيادة الرقعة الزراعية واهتمام بزراعة الأشجار، التركيز أكتر على الطاقة المتجددة. طبعا الصين من أكبر دول العالم إنتاجا للألواح الشمسية ومنتجات الصديق اللي هي الموفرة للطاقة، وده بالتالي بتهدف لهذا الاتجاه.